اهلا بحضراتكم مره تانيه في الفقره التانيه من البيت الكبير. النهارده معايا ضيف خاص جدا، ضيف ناقد ومؤرخ، وخلينا نقول راح في حته تانيه خالص مختلفه عن المؤرخين وعن النقاد. راح في سكه المحترف المصري، المحترفين المصريين، وأرخ تاريخ المحترفين المصريين، مش السنة دي ولا من 10 سنين، في 100 سنة فاتت. كنت متواجد معاه، كان عنده كتاب اسمه 100 سنة من الحلم، بيوثق فيها تاريخ كل اللاعبين المصريين على مدار 100 سنة فاتوا. ده غير طبعا انه ناقد رياضي كبير جدا، وان شاء الله يكون موجود ومشرفنا دايما في البيت الكبير كل يوم ثلاث. هنناقش معاه قضايا كتيره جدا على المستوى العالمي، نناقش معاه تاريخ الكره المصريه بشكل منظم جدا. برحب بيك يا عمر، عمر البنوبي طبعا المؤرخ والناقد الرياضي، هيكون ان شاء الله موجود معانا دايما كل يوم ثلاث. عمر اهلا بيك ومشرفنا في البيت الكبير. اهلا كابتن هاني، شرف ليا التواجد على قناه النادي الاهلي ومع قيمه كبيره زي حضرتك، وان شاء الله تكون فقره موفقه باذن الله. ان شاء الله تكون فقره موفقه. طبعا قبل ما ابدا معاك حوار النهارده، طبعا او اليوم 14 سبتمبر في ذكرى كبيره جدا، ذكرى طبعا رحيل او ميلاد حسين حجازي. ده طبعا اجيال كثيره ما تعرفش حسين حجازي، اكيد منهم انا، لان ده اول من يعني زي ما بنقول، وهنوصل الكلام ده مع ضيفنا، انه اول من احترف كره القدم. كان ليه مميزات كتيره جدا، كان ليه بصمه على الكره المصريه بشكل كبير معظمنا ما يعرفهوش. مواليد 1891، فاكيد ما نعرفوش، لكن هنعرفه من خلال التقرير الموجود مع حضراتنا. نروح للتقرير ونرجع مع ضيفنا طبعا عمر البنوبي. أيام قليلة وتحل ذكرى ميلاد حسين حجازي، هذا الاسم الأسطوري في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية، لما ارتبط به من إنجازات وخطوات استثنائية منذ بدايته كلاعب موهوب في شوارع القاهرة، وانضمامه لأول فريق كرة قدم تأسس بالنادي الأهلي عام 1911. حسين حجازي من مواليد 14 سبتمبر عام 1891، وانضم لأول فريق كرة قدم تأسس بالنادي الأهلي عام 1911، قبل أن يسافر إلى إنجلترا ويلعب لنادي دولويتش هاملت وفولهام وميلول، ليصبح أول محترف مصري وعربي في تاريخ القارة العجوز. حجازي يعتبر من مؤسسي منتخب مصر، وشارك معه في أول مباراة دولية أمام إيطاليا بأولمبياد أنتورب عام 1920، كما شارك مع الفراعنة في أولمبياد باريس عام 1924، وشارك في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم. مشوار طويل لحسين حجازي الذي عاش حياته لكرة القدم فقط، حتى رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر عام 1961. رجعنا مع حضراتكم. عمر طبعا تقرير، يمكن تقرير قايم جدا، في ناس كتير ما تعرفش المعلومة ديت، في ناس كتير قالك بنتكلم على المحترفين المصريين، بنتكلم خلال التسعينيات بدأ، حتى أنا أول مرة أعرف المعلومة اللي اتعرضت في التقرير. كلمنا شوية عن القصة دي، كلمنا عن التجربة اللي انت كتبت عنها. يمكن يا كابتن هاني في البداية طبعا التاريخ لحد يعرف يشتريه بفلوس، ده حقيقي، ولا بيتباع، ولا لو حتى عملت بادجت قد ايه تقدر تشتري لعيب، لكن ما تقدرش تشتري تاريخ. ده حقيقي، ولذلك هي دي عظمه النادي الاهلي في انه تاريخه كبير جدا. احنا النهارده حتى لما نيجي نتكلم في ذكرى ميلاد حسين حجازي زي ما حضرتك ذكرت، اللي هي تبقى بعد 6 أيام تقريبا يوم 14، حسين حجازي هو كان احد الاسماء اللي اسست اول فريق كره قدم داخل النادي الاهلي. يعني هو كان بيلعب في النادي الاهلي سنة 11 وقت تأسيس أول فريق كورة للنادي الأهلي. قدريا نوع من أنواع اللي هي القدر، لما يبقى واقف في صفك، لأنك أنت قدرك أنك تبقى أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط، يطلع من عندك أول تجربة احتراف أوروبي في التاريخ بالنسبة لمصر والمنطقة العربية.
يمكن ده مش شيء مترتب، ما كانش فيه احتراف بالمعنى بتاع النهارده وانه في مفاوضات او كده، لا هو كان حسين حجازي. حصلت ازاي؟ ما هو برضه انت بتتكلم احتراف، وبعدين ده راح البريمير ليج الدوري الانجليزي، لعب في فولهام، فكل ديت علامات استفهام. الموضوع حصل ازاي؟ انت بتتكلم اكتر من 100 سنه من النهارده، يعني تقريبا 109 سنه. احنا هي القصه بدات ازاي يا كابتن هاني؟ حسين حجازي كان في الوقت ده اشهر لعيب كره في مصر فعليا، كان حتى وهو بيلعب في الشارع كان بيوصل انه يلعب ضد العساكر الانجليز اللي هم اخترعوا كره القدم، الشعب اللي اخترع كره القدم، كان بيتفوق عليهم. ولما بدا مع النادي الاهلي كان موجود ضمن اول فريق كره قدم في تاريخ النادي الاهلي سنه 11، ثم جات له فرصه انه يدرس في انجلترا، يسافر يدرس هندسه في انجلترا، وفعلا سافر سنه 11، استقر في لندن. هو بيحب الكوره، دور على اقرب نادي للمكان اللي هو ساكن فيه فين، فكان نادي اسمه دولوتش هاملت، وده كان في وقتها نادي من انديه درجه الهواه، مش درجه الاحترافيه زي ما بنسميها النهارده. لعب معاهم، ابتدى انه يبقى رقم واحد في وسط الانجليز في الوقت ده. مدرب فولهام وفي الوقت ده سنه 11 شافه، عرض عليه قال له تيجي تلعب معانا في الدوري الدرجه الاولى، قال له العب، فراح لعب. وهنا بقى القصه اللي هي نقدر نقول عليها القدر اللي دخل حسين حجازي التاريخ ودخل الكره المصريه التاريخ فعليا، انه المباراه دي هو لعب مباراه واحده بس مع فولهام، يمكن يعني عندنا شارك في مباراه واحده بالظبط، يمكن عندنا صوره منها موجوده، ويعني هي مباراه واحده ومنها صوره لحسين حجازي مع التيم بتاع فولهام في اليوم ده سنه يوم 11/11 سنه 11 11/11 سنه 11 بالظبط. ده حتى يعني تاريخ مميز يعني طبعا. بالظبط. فهو لعب المباراه دي، سجل، هي الصوره دي اللي بتتكلم عليها عمر بالظبط، دي صوره فولهام في الماتش ده، وحسين حجازي موجود تاني واحد واقف فوق على اليمين. دي 11/11 سنة 11. لك ان تتخيل ان الصوره دي موجوده يا كابتن هاني، انا لو دورت على صوره من حاجه محترمه من خمس سنين مش هلاقيها يعني أكيد. في المباراه دي كان موفق جدا، نزل بعد الدقيقه 15 بالظبط سجل هدف، وهنا دخل التاريخ كمان كاول محترف عربي ومصري يسجل هدف في دوري اوروبي ومسجل في سجلات الكره الانجليزيه. وبالتالي احنا بنتكلم عن واقعه هي قدريه شويه، لكن في النهايه كتب التاريخ، اتكتب ان عندك اول محترف خرج من النادي الاهلي لعب في نادي فولهام، لعب مباراه رسميه، سجل هدف، هو اول هدف للمحترفين المصريين في وقت كانت لسه الكوره بتبتدي، وفي بلد الانجليز نفسهم اللي اخترعوا الكوره. اعتقد انه الجزء ده من مشوار حسين حجازي يستحق ان الناس تقف عنده شويه. حسين حجازي يمكن ما كملش مع فولهام، رجع تاني دولوتش هاملت بالظبط. رجع ليه دولوتش هاملت؟ انه رئيس نادي دولوتش هاملت راح له قال له على فكره هنا بدا يبقى في قانون، ما ينفعش تلعب مع فريق في الدرجه الاحترافيه وفريق هواه، لازم تختار. شوف حطوا قانون من امتى؟ من امتى؟ احنا لسه بنقول حتى المدربين اتغيروا، قال له لا انت تلعب في درجه واحده يعني بالظبط. ففي الوقت ده قال له انت لازم تلعب في درجه واحده، اختار انك تلعب يا مع دولوتش هاملت يا مع فولهام. هو بعاطفه المصريين اختار انه يرجع دولوتش هاملت، شاف ان الناس قدرته ومهتمين يعني بيه، يعني انا بدات هنا فانا ارجع اكمل في دولوتش هاملت، فرجع كمل هنا ورجع كمل في دولوتش هاملت، وفوت فرصه انه يكمل في الدرجه الاحترافيه في هذا التوقيت. يعني الموقف ده برضو يعني يسجل في التاريخ شويه. طبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان دولوتش هاملت ده اللي هو فريق هواه كان بيعمل جولات في اوروبا زي الانديه المحترفه دلوقتي، ومنها جوله في هولندا سنه 1912، حسين حجازي كان موجود معاهم، سجل هدفين في اياكس، كسبوا اياكس 4-1. اللي يخليك تنبهر يا كابتن هاني انه نادي دولوتش هاملت ده لحد النهارده بيفتخر جدا أكيد. بالفتره دي من تاريخه، انه انا رحت لعبت في هولندا وكسبت 4-1، وعارفين مين اللي سجل هدف، كان سجل هدفين حسين حجازي منهم. ورحنا اسبانيا السنه اللي بعدها، انا كنت بشتغل في هال سيتي في الوقت ده، كنت بحاول اعرف كل التفاصيل عن حسين حجازي. فهم فخورين جدا بتاريخهم، تاريخ حتى انديه الهواه بتارخ وعندها وثائق ومستندات كله موثق برضو يا عمر. دي 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 نقطة مهمة جدا وهنتكلم فيها معاك، ان كل ده موثق يعني التاريخ، حتى الأندية يعني مش هنقول بقت دلوقتي من الأندية القمة، لكن في توثيق للتاريخ، في ملفات بتتحفز بشكل او باخر، لان زي ما بنقول ده
التاريخ ما بيتغيرش وعمرك ما هتزور تاريخ، ودايما الانديه بتبقى عندها والانديه والاتحادات، وانت عارف عشت يعني تجربه هناك في الاتحاد الانجليزي، عندهم موضوع التوثيق ده مهم جدا، توثيق مباريات وتواريخ. فده ان شاء الله ملف برضو نتكلم معاك فيه، لانه ملف مهم جدا. يعني احنا اعتقد الاسبوع اللي فات كان 100 سنه على المنتخب مصر، صح؟ ما شفناش يعني للاسف ما شفناش فيلم تسجيلي عن منتخب مصر خلال ال 100 سنه اللي فاتوا، ما شفناش حاله توثيقيه دوكمنت كده معروض بشكل يقول للناس 100 سنه يا جماعه من منتخب مصر. يعني انت 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 رد فعلك كنت متضايق، انت بتحب جدا الكلام دوت ومهتم بيه جدا، فرايك ان حتى ما عندناش الجزئيه دي حتى للاحتفال بمنتخب بمرور 100 سنة على منتخب مصر؟ يعني كابتن هاني، 100 سنة على منتخب مصر دي مش حاجة بسيطة. أنا حتى في اليوم ده اللي هو يوم 28 أغسطس فوجئت أنه الفيفا عامل ريبورت عن 100 سنة منتخب أسبانيا، مش عامل ريبورت عن 100 سنة على منتخب مصر، رغم أنه هو نفس اليوم في نفس الدورة الأولمبية كانت أول مباراة دولية لمنتخب أسبانيا، أول مباراة دولية لمنتخب مصر. يمكن ده له أسباب كتير، يعني منها أن احنا عندنا قصور شوية في التواصل مع الإعلام الأوروبي أو الإعلام العالمي شوية، بنحاول ممكن نكون منغلقين على نفسنا محليا. لا ده حقيقي، أو مش مقدرين كمان قيمة التاريخ بتاعنا برضو. يعني أعتقد أن احنا محتاجين نغير نظرتنا لفكرة التاريخ والتوثيق زي ما حضرتك قلت، لأنه أنا 100 سنة منتخب مصر زي ما حضرتك قلت ممكن يتعمل فيلم تسجيلي عن 100 سنة منتخب مصر، إيه البطولات اللي إحنا شاركنا فيها؟ إيه المباريات الكبيرة اللي لعبناها؟ العلامات اللي في تاريخ المنتخب؟ النجوم اللي عدوا 100 مباراة دولية؟ كام واحد في المباريات الكبرى؟ أول مباراة، أول فوز، أكبر نتيجة فوز لمنتخب مصر في تاريخه؟ الحاجات دي كلها المفروض يعني إحنا أصلاً نفتخر بيها وتبقى موجودة وطول الوقت. لكن للاسف ده ما شفتوش، مش موجود للاسف. وخلي بالك على الجانب الاخر بتلاقي الناس بتقدرك افضل، وتلاقي الناس انت يعني انا احترفت بره بتحس بتقدير الناس اكتر من مصر، الناس بره بتقدر مصر اكتر ما مصر بتقدر نفسها للاسف، او الناس الموجوده. لدرجه في كمان هم في انجلترا عملوا كتاب ده صدر في انجلترا عن حسين حجازي نفسه. يمكن يعني الكتاب ده له قصه فعلا يا كابتن هاني. خليني اقول لك انه الكتاب صدر 2018، انت متخيل بعد تقريبا 108 سنه، يعني بعد كل الفتره دي من الفتره لسه دي كتاب صدر سنه 2018 من سنتين. ده طبعا ده الغلاف، ده الكتاب. الكتاب اسمه حسين حجازي ايجيبشن كينج اوف دولوتش هاملت، الملك المصري لنادي دولوتش هاملت. الكتاب بتاع حسين حجازي بس، اللي كاتب انجليزي اسمه جاك ماكلنروي، هو مؤرخ عن نادي دولوتش هاملت. كان ليا انترفيو عملته مع جاك ماكلنروي، اتكلمت معاه ازاي جات لك فكره انك تعمل كتاب عن حسين حجازي لعيب مصري في دولوتش هاملت سنه 11، فات اكتر من 100 سنه. كان وجهه نظره ايه؟ هو قال لي انه بدا يكتب عن تاريخ دولوتش هاملت لاول مره سنه 98، ولفت نظره في الوثائق بتاعه نادي دولوتش هاملت والجرايد المحليه في الوقت ده، بعد كل ماتش في سنه 11 دي يلاقي ان اسم افضل لاعب حسين حجازي، وعاوز يعرف مين حسين حجازي لانه الاسم مش انجليزي، مش انجليزي، وبعدين بيكرر وبيتكرر كتير في الفتره دي. فبدا يبحث فاكتشف ان هو كان تقريبا امهر لاعب في الوقت ده موجود في لندن وفي المنطقه دي. ومعانا دلوقتي كمان على حفل توزيع، حفل توقيع الكتاب بالظبط. يعني ده جاك ماكلنروي، وفي حفل توقيع الكتاب يعني هم مهتمين قوي بتوثيق الجزء الخاص بحسين حجازي في تاريخ الكره الانجليزيه. انا في مفاجات هقولها لحضرتك في النقطه دي، انه حتى جاك ماكلنروي بيتكلم في فكره انه بدا يراسل الاتحاد الكوره هنا، الكلام ده من كذا سنه، بدا يردوا عليه بشويه تفاصيل عن حسين حجازي، وعاوز يعرف حسين حجازي عمل ايه بعد ما رجع مصر كمان. وفي الوقت ده هو بيقول لي انا اكتشفت ان حسين حجازي لا ده اسس اتحاد الكوره في مصر، لعب اولمبياد، بعد كل ده بعد ساب انجلترا. ليه حسين حجازي اصلا ساب انجلترا؟ انه قامت الحرب العالميه 1913، بدايه الحرب العالميه ابتدى المغتربين يرجع. كل واحد بيدور على بلده. مصر أمن كان في الوقت ده بكتير جدا من انجلترا، رجع على مصر، رجع على نادي السكه الحديد، ثم الاهلي، ثم فتره انتقالات بين الاهلي والزمالك، لكن اسس منتخب مصر، كان اول كابتن لمنتخب مصر كمان في اولمبياد انتوارب 20، وبعد كده في بلجيكا بالظبط، وبعد كده باريس 24. ويمكن ينفرد برقم قياسي ما تحطمش الا لما حضرتك صعدت بمنتخب مصر اولمبياد لندن 2012، لكن تخيل رقم قياسي لحسين حجازي صمد 88 سنه. الرقم ده ان هو كان
أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ منافسات كرة القدم في الأولمبياد. كانت في أولمبياد باريس، كان ماتش مع المجر، سجل هدف حسين حجازي في المباراة دي. كان عمره وقتها 32 سنة و255 يوم لما جه رايان جيجز مع منتخب بريطانيا في أولمبياد لندن 2012 بالظبط، اللي شارك فيها منتخب مصر. سجل هو رايان جيجز هدف وكان عمره 38 سنة و243 يوم، كسر الرقم. وكان زمان كمان خلي بالك الأولمبيات ما كانتش مقتصرة على السن 23 سنة، كان يعني كمان الفريق الأول كان بيروح والرقم عاش كتير جدا، 88 سنة الرقم ما اتكسرش لغاية 2012. جاك ماكلنروي كمان قال لي مفاجأة أنه بما أنه حسين حجازي كان في نادي فولم، وعلى فكرة نادي فولم لحد النهاردة على الأوفيشال ويب سايت بتاع نادي فولم تدخل تلاقي انه في جزء حاطينه عن حسين حجازي بصورته، انه لاعب لنادي فولم سجل هدف كان موجود. الحاجات اللي انت بتتكلم عليها دي عمر، تفتكر انها موجوده في الانديه المصريه؟ تفتكر ان موجود ارشيف بالكلام دوت مفصل بشكل مباشر في اتحاد الكوره، ولا احنا عايشين يوم بيوم؟ يعني احنا دايما، وخلي بالك انت لما بتوثق الحاجات ديت انت ده تاريخ وتاريخك بيكبر، لان في زي ما انت بتقول في ناس اعتقد ومتاكد ان الناس اول مره تسمع الكلام دوت، في ناس اول مره تسمع الاسم ده. الاسم ده اتكتب عنه كتاب في من 2018 في انجلترا. فعايز اقول موجود الكلام ده في انديتنا، ان في توثيق بهذا القدر من الديتيلز الصغيره ويحافظوا على الكلام ده لفترات طويله جدا. خليني اقول لحضرتك ان الاهلي له تجربه رائده في حته التوثيق. لما جت احتفالات المئويه تشكلت لجنه، واللجنه دي اعتقد كان فيها الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الحالي كمان في وقت احتفالات المئويه. واللجنه دي كانت مهمتها انها تتأرخ محاضر اجتماعات مجلس اداره النادي الاهلي منذ تاسيسه، كل شيء يتعلق بتاريخ فريق الكوره، اللعبات الاخرى. ودي كانت تجربه جيده جدا، واعتقد دي التجربه الوحيده في مصر، لانه للاسف مع اللي حصل في اتحاد الكوره في سنه 2013، الحريق اللي حصل والعمليه اللي حصلت اللي كان فيها ملفات اتحاد الكوره كلها تقريبا مش موجوده. يعني انا لو رحت بكره اسال عبد الستار صبري لعب كام ماتش دولي مثلا، محدش هيجاوبني. فللاسف انت بتعتمد على مصادرك من الفيفا، من الكاف، من الانترنت، مش دايما بتكون دقيقه. وكمان الاحصائيه لما تبقى خارجه عن يعني خارجه من اتحاد كوره الرسمي المسؤول في البلد دي بتبقى طبعا موثقه اكتر، لكن للاسف ده مش موجود دلوقتي. بقيه الانديه ما عندهاش توثيق. ما هو دي برضو انا بتكلم في نقطه مهمه جدا، دي حاجات مهمه جدا. التاريخ لازم يتوثق بشكل جيد. بنتكلم على كمان، ما بنتكلمش عن النادي الاهلي، الاهلي في حته تانية زي دايما ما بقول، لكن في انديه السكه الحديد مثلا طلع منها نجوم كبار، بتتكلم على النادي الاولمبي طلع منهم نجوم كبار، اتحاد اسكندريه، وبنتكلم على الاسماعيلي. يعني الانديه الشعبيه كمان، الانديه اللي مش موجوده دلوقتي كان ليها تاريخ وطلعت ابطال كتير. التوثيق ده يعني انا بالنسبه لي مهم جدا يكون الكلام دوت. وعلى المستوى الدولي يعني، وما ادراك انك بتتكلم على منتخب مصر، النجوم على مر التاريخ قد ايه النجوم مروا ولعبوا على منتخب مصر. التوثيق ده مهم جدا، والتاريخ ده مهم جدا، علشان اصل دي ثروه يعني. صح. بس للاسف انا بتكلم على توثيق والكاس بيضيع والميداليات بتضيع، فالموضوع بالنسبه لي يعني ملخبط شويه. والله يا كابتن هاني انا اتمنى انه الفتره اللي جايه نشوف، بمناسبة ان في مئوية كمان اتحاد الكرة السنة اللي جاية، يكون في نوع من دعوة للجمهور. لانه على فكرة اكتر ناس وثقت تاريخ الكرة في مصر هم الجمهور. انا بشوف على السوشيال ميديا ظواهر اسماء من مختلف الاندية ومختلف الانتماءات، منهم واحد اهلاوي جدا احمد مصطفى وصديق عزيز مهتم جدا بتاريخ تاريخ النادي الاهلي والكرة المصرية بالكامل مثلا، وغيره في زيه كتير جدا. الناس اللي مهتمه انها تجمع وتوثق التاريخ اعتقد انه المفروض يبقى يتم دعوتهم من اتحاد الكوره ومن الانديه كمان بعد كده، ان كل اللي عنده جزء من تاريخ نادي كذا يبتدي النادي ده يشكل لجنه، واللجنه دي تستقبل من الناس الوثائق، الجرايد القديمه، الحاجات الارشيفيه، لو في اختلاف على مباراه تاريخها نتيجتها يكون في ناس هيبقى عندها سورسز للكلام ده. ده موجود عند الجمهور، ممكن يكون مش موجود جوه المؤسسات، لكن انا بقول لحضرتك موجود عند الجمهور. يمكن انا لما جيت اوثق تاريخ المحترفين المصريين اضطريت ان انا اروح للمحترف نفسه الموجود على قيد الحياه، ربنا يديهم كلهم الصحه، اساله انت رحت امتى، مين اللي كان موجود، المدرب بتاعك كان مين. في حاجات
في حاجات لازم انت لازم تسمعها من صاحبها, ده صحيح, صاحب التجربه. وفي حاجات من الناس زي حسين حجازي وثائق, وكان اسهل تجربه توثيق بالنسبه لي كان حسين حجازي, رغم انه من 100 سنه اكتر, لكن الوثائق كلها موجوده. يعني انت اعتمدت على الوثائق طبعا. بالظبط, يعني انت اجتهدت جدا. وانا اعرف لما كنت بتكتب حتى عن كل المحترفين, وخلي بالكم يعني في محترفين كتيره جدا جدا, وكتاب 100 سنه حلم ده ان شاء الله هنناقشه بشكل افضل, وهنعرض لاعبين مصريين انتوا يمكن كمان ما سمعتوش عنهم, وكواليس كتيره جدا عمر قام بيها, انك كنت فعلا بتكلم اللاعب وبتكلم المدرب وبتكلم المدرب اللي كان بيمرنه وهو عنده 13 سنه. يعني جايب كل المحاور, وبتخش كمان في الديتيلز السوشيال, الحياه الاجتماعيه كان بيتعامل ازاي. فيعني حاجات كلها قيمه جدا جدا ان شاء الله نناقشها. بس خلينا نروح معاك بقى لبطوله الامم الاوروبيه, يعني الدوري نبتدي في الدوري. طبعا المباريات شغاله بشكل كويس, يمكن مقسمينهم ليفلز الاي بي سي دي اي اف, فكل ده ليفلز, كل ليفل فيه اربع فرق على المستويات الاولى والثانيه والثالثه. فخلينا نبدا مثلا مباراه اسبانيا والمانيا. طبعا المباراه انتهت 1-1, ويمكن كان هدف منتخب اسبانيا كان في الدقائق الاخيره, وكان في اعتراضات شويه في الدقيقه 90 اوف سايد. لكن شفت المباراه, شفتها ازاي؟ يعني انا اعتقد انه الرجوع بعد الكورونا المستويات البدنيه هي اللي متاثره. يعني معظم المنتخبات رغم ان عندها اسامي كبيره ونجوم كبار جدا, لكن شفت ان البدني قليل, وده ظهر في نتائج زي مثلا ماتش اسبانيا والمانيا. يمكن المانيا سجلت في الدقيقه 51 اعتقد تيمو فيرنر, وبعد كده جابا سجل هدف التعادل لمنتخب اسبانيا في اخر دقيقه تقريبا. والماتش ما كانش سهل على المنتخبين. اعتقد كمان انه يعني يوكيم لوف الموضوع بالنسبه له ممكن شويه اتصعب عن قبل كده. يعني عن قبل كده كان عنده اختيارات اكتر, كان عنده انتظام اكتر في السكيدجول بتاعته, عارف ماتشاته امتى, معسكراته امتى. دلوقتي كل اللخبطه دي اثرت على كل المنتخبات. اسبانيا اعتقد انه مع لويس انريكي الدنيا الى حد ما مستقره, وممكن يكون له مكان كويس. لكن المباراه كانت مستوى فني نقدر نقول من مقارنه بمستوى المانيا واسبانيا قبل كده, لا هي تنزل ل 50% من مستوى المنتخبين. يعني صحيح. خلينا دلوقتي معانا على سكايب بنتكلم عن المحترفين, واحنا عندنا اثنين من لعيبتنا المحترفين في اليونان, يعني عندنا ورده وعندنا احمد حسن كوكا معانا على سكايب. طبعا معانا علي غزال كمان في لارسا. علي غزال, بالظبط. بيتروس كوستاس ده طبعا مذيع وصحفي شهير جدا جدا في هناك في اليونان, معانا على سكايب يكون موجود معانا نتناقش معاه في بعض النقاط المهمه. برحب بيك, اهلا بيك معانا في البيت الكبير وفي مصر في النادي الاهلي. اهلا بك وشكرا على الاستضافه. طبعا اولا لازم حضرتك موجود نسالك على الاثنين محترفينا, يمكن احمد حسن كوكا وعمرو ورده. احمد حسن كوكا بشكل خاص اعتقد ان هو استقر في اولمبيكوس, لكن عايزين نعرف عمرو ورده فين, لان لغايه دلوقتي ما نعرفش عمرو ورده متواجد, هل متواجد في اليونان, هل في تعاقد معاه داخل اليونان او خارج اليونان. نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن عمرو ورده. لدينا أنباء جديدة على عمرو وردة, لأن آخر معلومة أنه سافر إلى قبرص اليوم وأنه ذهب لمناقشة بعض الأمور مع فريق قبرص للعب في الموسم القادم. هل هذا سيكون انتقال أو على سبيل الإعارة, لأنه لديه عام واحد فقط في الاتفاق لديه, وقد سافر اليوم إلى قبرص, وسنعرف إذا ما كان سيلعب لقبرص. صحيح. على الجانب الآخر, تفضل. على الجانب الآخر أحمد حسن كوكا بيأدي بشكل جيد جدا في الموسم اللي فات, بيحرز أهداف حتى على مستوى الدوري, ظهر بشكل مميز خاصة في الأسابيع الأخيرة. وجوده في أولمبيكوس طبعا بيلعب في التشامبيونز ليج السنة اللي جاية. شايف وجود أحمد حسن كوكا, أعتقد عمل عقد لمدة سنتين مع أولمبيكوس, وجود أحمد حسن كوكا في اليونان ومستواه في الفترة الأخيرة.
نحن نعرف أن منذ عدة أيام أنه جدد عقده مع الفريق، فهو لاعب متميز وجيد جدا، ونحن نرى أنه لديه فرص كثيرة مع الفريق، فلديه صفات هامة جدا وجيدة جدا مع الفريق، وأحرز نتائج جيدة، وسيكون لاعب مميز وهام للفريق. خلينا نتكلم على المستوى المنتخب اليونان. احنا منتخب اليونان طبعا من المنتخبات الأوروبية اللي يعني بلغة الكرة كده كل الجماهير بتحب الكرة في اليونان، ودايما منتخب اليونان بيقدم كرة جيدة. لكن خلينا أقول النتائج الأخيرة لمنتخب اليونان، يعني كان المدرب الألماني سكايبا كان موجود. هل منتخب هيتأثر برحيل المدرب الألماني الفترة اللي جاية بعد التذبذب المستوى في المنتخب اليوناني؟ تعتقد تتحدث عن المنتخب الوطني؟ أكيد المنتخب الوطني اليوناني. نعم، المنتخب الوطني سيكون لديه بداية جيدة مع المدرب الهولندي، وسيدعم الفريق ببعض اللعيبة الصغار الجدد، وأيضا بعض الأسماء الكبيرة سيتم دعم الفريق بهم. لا أعرف إذا كانوا سيعودون، ولكن هناك خطة لتجديد الفريق ودعمه باللاعبين الجدد ليشاركوا في المباريات القادمة، لأن اليونان لم يحرزوا نتائج هامة جدا، لهذا هم يحاولون أن يستعيدوا مكانتهم. معنا طبعا صديقك عمر البنوبي موجود معنا هنا في قناة النادي الأهلي، وعايز برضو يطرح بعض الأسئلة أو يسلم عليك ويطرح سؤال أو اتنين عليك. اتفضل يا عمر. يعني يا كابتن هاني، انا بوجه له سؤال لان هو من اهم الصحفيين اللي بيغطوا نادي باوك في اليونان، اللي هو موجود فيه عمرو ورده. يمكن انا عرفت قبل الهوا من عمرو ورده شخصيا ان هو فعلا موجود في قبرص دلوقتي. فهل التوقع مستر كوستس انه ورده يلعب لأمونيا نيكوسيا، لانه هيلعب دوري ابطال اوروبا، قدر يتاهل بعد ما كسب ليجيا وارسو البولندي، ولا هيكون في فريق تاني بيكون بيلعب يوروبا ليج؟ ايه التوقع الارجح او الاقرب انه يكون موجود في امونيا نيكوسيا ولا ابولون ليمسول او انورسوس فاماجوستا مثلا؟ اعتقد ان الارجح هو فريق امونيا، لان لديه وضع قوي جدا في الفتره القادمه، وفازوا في مباريات كثيره، ويودون ضم عمرو ورده، واعتقد ان عمرو ورده يود ان يلعب معهم، لأن هذه من أحلامه وطموحاته الكبيرة في الفترة القادمة، فأعتقد هناك إمكانية أو سيعود إلى المنتخب الوطني، ولكن أعتقد أنه سيود أن يلعب في هذه وفي إطار هذه الاستعدادات، لأنه سيستعد بالكثير من التدريبات، فأعتقد أن هذا عرض جيد جدا لعمرو وردة، فهو لاعب جيد، ولكن عليه أن يسيطر على نفسه، فسيستطيع أن يحرز نتائج هائلة. احنا طبعا في النهاية بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله على تواصل دايما للاطمئنان على لاعبتنا الدوليين المحترفين في الدوري اليوناني. شكرا جزيلا. عمر، انت بالنسبة لك مفاجأة ان عمرو وردة يسيب الدوري اليوناني ويروح للدوري اعتقد على المستوى الفني مش ملوش قيمة كبيرة زي الدوري القبرصي؟ خليني اقول لك كابتن هاني، انا فعلا عرفت ان هو في قبرص من شوية. عنده هو 3 عروض او عرضين جادين قوي مع نادي باوك، لان هو جدد لباوك 6 شهور كمان، فبقى عاده ينتهي مع نهايه الموسم الجديد. هو عنده امونيا نيكوسيا، وامونيا نيكوسيا بيلعب تشامبيونز ليج، قدر يكسب ليجا وارسو البولندي، تاهل انه هيكون موجود تشامبيونز ليج السنه الجايه.
نادي أبولون ليمسول برضو مهتم جدا، قدم عرض في الساعات الأخيرة. نادي ده بيلعب يوروبا ليج لكن أقل من أمونيا نيكوسيا في الجماهيرية وفي القوى الفنية. يمكن أمونيا نيكوسيا فيه مجموعة لعيبة من برازيل، البرتغال، أسبانيا، أوروغواي، فرنسا، إيريك بوثيك، لعيب ليون، ليل سوري ليل وديجون موجود معاهم، لأن شفتوا الماتش اللي هو بتاع ليج جوارسو. فأعتقد إن ده الفريق الأقوى والأفضل إذا كان عمرو ورد حابب يظهر في تشامبيونز ليج السيزون اللي جاي. لكن طبعا أقل من الدوري اليوناني ده أكيد فنيا زي ما حضرتك قلت. في نفس الوقت عمرو رفض عروض قبل كده كتير من أندية كانت بتلعب في دوريات أفضل، جاله في وقت عرض من إيطاليا، جاله في وقت عرض من تركيا، يمكن الظروف بقى ما ساعدتوش الفترة اللي فاتت. برضه هو كان في الفتره الاخيره كان ضحيه صراع كده حيتان جوه الدوري اليوناني. انا اعتقد انه يخرج من اليونان لفتره وممكن يرجع تاني يكون الدنيا هدي شويه، لان زي ما انت قلت يمكن يعني كان في حوارات بيني وبينك وعلى علاقه بعمر ان كان في مشكله حصلت كبيره هو ملوش ذنب فيها، لكن هي اداريه بين رؤساء انديه وموضوع كبير جدا. يعني الصراع بين رئيس اولمبياكوس ورئيس باوك، وداخل في الوسط محامي كده هو رئيس نادي لارسا اللي كان معار لي ورده. فالموضوع ده موضوع يطول شرحه، لكن في النهايه اتمنى له التوفيق، لعيب دولي لعب منتخب مصر ومثل منتخب مصر، اتمنى له كل التوفيق وان الخطوه الجايه تكون موفقه ان شاء الله. وخطوه كوكا شايفها ازاي؟ كوكا شايفها ممتازه، لان انا قلت لكوكا قبل كده بيني وبينه اكتر من مره انه في البرتغال الموضوع صعب شويه لكن طيب. ومش ماشيه معاه، لكن في اليونان انا بتقول هتروح تبقى هداف الدوري. يمكن اول سيزون لعبه مع اولمبياكوس سجل 15 هدف، عنده فرصه انه يلعب تشامبيونز ليج، مش هتجيله في البرتغال الا لو لعب بنفيكا او لعب بورتو. فاعتقد ان هي خطوه موفقه جدا لكوكا. واحمد بصراحه ماشي الاسابيع الاخيره والفتره الاخيره ماشي بشكل جيد جدا وبيكتسب خبرات، وزي ما احنا بنقول ده طبعا على المستوى المنتخب ان شاء الله يكون يعود ده كمان على مستوى المنتخب. يمكن كنت بتكلم دايما على احمد حسن كوكا ان هو في المنتخب ما كانش يعني تقدر تقول مش ماشي معاه لغه الكوره، يعني هو بيأدي بشكل جيد جدا هناك، بيهدف بشكل مستمر مع المنتخب. الموضوع بيختلف شويه، ممكن جدا طريقه اللعب، ممكن جدا الحاله النفسيه للاعب، ممكن يعني كل دي امور، لكن انا شايف الحاله النفسيه ما شاء الله في اعلى مستوياتها. تجديده وبقائه بيلعب تشامبيونز ليج السنه اللي جايه ان شاء الله يكون كمان اضافه للكابتن حسام البدري. طيب نرجع تاني بقى للدوري الاوروبي، احنا كنا اتكلمنا على ماتش اسبانيا والمانيا وكان 1-1. نروح لهولندا. هولندا منتخب هولندا تعتقد هتبقى او انت كانت مفاجاه بالنسبه لك ان رونالد كومان يمشي في الوقت دوت ويروح يمسك برشلونه ورحيله هياثر بالسلب على المنتخب، ولا انت شايف الموضوع ازاي؟ هو بالتاكيد انا كانت مفاجاه بالنسبه لي رونالد كومان بعد ما نجح انه يعيد هولندا تاني صحيح. انه المنتخب يقف على رجله بعد ما كان بيمر باسوا فتره في تاريخه، انه يقدر يعيد المنتخب تاني ويبتدي يوصل فاينل دوري الامم الاوروبيه السنه اللي فاتت قدام البرتغال ما كانش موفق، لكن كون منتخب بقى ثبت اقدامه. فجاه عرض برشلونه ما يقدرش يرفضه، من نجوم برشلونه ومن اساطير النادي، اول بطوله اوروبيه هو اللي جابها لهم في تاريخهم 91 قدام سامبدوريا اعتقد. فكومان اوكي هو خد الريسك مع برشلونه في وقت اسوا ظروف لبرشلونه فعلا صحيح. وساب منتخب هولندا في وقت استقرار، لكن اعتقد انه التجربه مش تبقى سهله. انت شايف ان التجربه صعبه عليك جدا جدا، رغم انه معاه على فكره ستاف ممتاز، يعني الفريد شرودر كان هيد كوتش هوفنهايم، ويروح يشتغل اسيستنت كوتش مع كومان اعتقد ان هي خطوه مميزه جدا، لان الفريد شرودر كان من اساسيات او من يعني الاعمده اللي عملت تجربه اياكس بتاعت السنه اللي فاتت مع ايريك تن هاغ. فاعتقد انه مكسب مع هنريك لارسون، عنده شعبيه وراجل يعني لعيب عبقري، وممكن يكون في التدريب بيبتدي خطواته. فمنظومه عمل اعتقد حلوه، منظومه العمل ملائمه، لكن الظروف اللي رايح ظروف عليها الإدارية. هتبقى صعبه، الظروف الاداريه صعب. ميسي مشاكل كل الانديه طمعانه في برشلونه دلوقتي، حتى مثلا من زي ما حضرتك قلت في فقره الاخبار ممفيس ديباي ليون بيقولوا مش هنبيعه، هو الولد عاوز يروح. طيب هي مساله فلوس صحيح. دلوقتي يعني الوضع صعب بالنسبه لكومان انه يعيش في استقرار علشان يقدر يعمل حاجه مع برشلونه، لانه كمان هو داخل على انتخابات في نادي برشلونه السنه الجايه في مارس، لو ما حققش نتائج بالظبط هتبقى بالنسبه لهم مشكله كبيره لكل المنظومه. خلي بالك كمان انا كنت قريت الرئيس المرشح او المنافس للحصول على رئاسه برشلونه قال تصريح غريب جدا، قال لك كومان مش كده كده ماشي حتى لو حقق الثلاثيه، يعني كمان ما بين قوسين كده قال لك لو خد دوري وخد الكاس وخد تشامبيونز ليج برضه هيمشي. يعني برضه يعني ريسك جامد جدا ان انا اروح على مكان ممكن جدا رئيس النادي اللي جاي في جميع الاحوال قال لك
قال لك مش هيكون موجود يعني. بالظبط. لا وكمان هو رئيس النادي المنافس او المرشح المحتمل لرئاسه برشلونه كان فاتح خط مفاوضات مع بيب جوارديولا، اللي هو طيب يعني بيب جوارديولا يعني اللي هو عاوز يرجعه على اساس ان هو ده المنقذ يعني. فلقى كومان فقال لك لا ده لو انا جيت بقى هو واخد الثلاثيه همشيه. لو حد أجواء صعبه قوي يا كابتن، حتى يعني ممكن في مصر هنا صدقها، يعني في مصر هنا ممكن بتحصل احيانا. لا بس انا اللي بقول لك التصريح خضني، لانك قال لك طب هو كده كده ماشي خد الثلاثيه، وكان بيرشح على فكره تشافي اللي هو طبعا تشافي هرنانديز في السد القطري دلوقتي. السد القطري كان بالزبط. بيقول هو ده ممكن يكون الشخصيه المناسبه لمستقبل برشلونه. برشلونه يعني وكده. فالموضوع بالنسبه له صعب. طب في الجزئيه دي مش هتكلم عليها كتير، تعال ناخد منها جزئيه تانية خالص نخرجها. لو انت تفتكر ان ممكن مدرب ماسك المنتخب المصري ويجي له نادي كبير، الرد الافعال هتبقى ايه؟ برضه دي ثقافه شويه لازم نتكلم عليها. يا طالع تطلعه ده خاين، ده ساب البلد واسم البلد وراح درب نادي تاني، او الـ يعني لو حصل في وقت من الاوقات يعني الناس هتشوفها ازاي؟ والله انا في رايي انه سوء التدريب تحديدا المدرب بيبقى له رؤيه مختلفه تماما عن المشجع ما بيشوف. يعني مثلا مدرب زي رونالد كومان شايف ان برشلونه مش هيجي تاني فخد القرار انه يمشي في هولندا. مش هيجي تاني يعني مش هيجي له اوفر تاني من برشلونه بعد كده. هو هي مره واحده بتيجي في العمر ان برشلونه يفوضك، فهو خد الريسك انه يسيب منتخب هولندا. منتخب هولندا لحد دلوقتي بيدور على مدرب، تمام؟ ما حدش يعني صحافه هولندا ما جابتش سيره رونالد كومان في حاجه خالص، عادي الراجل يعني واخد خطوه تدريبيه مختلفه، شكرا مفيش مشكله. هندور على مين هيمسك بعد كومان، مين يكمل. طرح اسم لويس فان خال، اللعيبه رفضت. طرح اسم هينك تينكات رغم ان هو كبر. فان خال برضه تاريخ كبير كبير وعظيم وعظيم وحقق انجازات كتيره ووصل جدا، وصل ثالث عالم مع هولندا برضه يعني في 2014. ايه الوجه الاعتراض للعيبه؟ هو علاقته باللاعبين غير صرامه يعني. لويس فان خال احيانا ما بتكونش مناسبة لبعض اللاعبين. الأجيال اختلفت برضو يا كابتن هاني. يعني خليني أقول لحضرتك وانت في الجيل بتاع 90 كرة بس، لا سوشيال ميديا ولا انستجرام ولا الكلام ده كله، لكن مركز في ملعبك في تدريبك. دلوقتي لا، دلوقتي بقى في حاجات كتير حوالين اللعيب، فده مختلف تماما. الشخصيات اختلفت. لويس فان خال درب منتخب هولندا مرتين، مرة خد بيهم ثالث عالم وصارم جدا، وده ممكن من اسباب انه مشي كمان من مانشستر يونايتد، ودي كانت اخر تجربه. فاعتقد ان اللاعبين للسبب ده ما كانوش عاوزين لويس فان خال يكون موجود. كمان لويس فان خال بيتعامل في هولندا باعتباره الجاد فاذر بتاع الكوره هناك، خصوصا بعد وفاه كرويف. هو كان في خلاف كبير تاريخي بينه وبين كرويف، انه شايف ان انا رقم واحد وانا شايف انا رقم واحد. هو فعلا هو بيحس انه قيمه كبيره جدا في هولندا، وبيحس بيحط راسه براس كرويف، والموضوع ده قلق شويه ناس. مشاكل كتير في اياكس، حتى في وجود كرويف لما كان عايش، وجود لويس فان خال في وقت من الاوقات مع اياكس عامل مشكله. فاعتقد انه الموضوع بالنسبه لهولندا، نرجع لنفس النقطه اللي حضرتك طرحتها، الحكايه مش حكايه خيانه قد ما هي حكايه هو الخطوه اللي بياخدها دي واخدها رايح بيها فين، وايه طريقه الرحيل اصلا. يعني هو رونالد كومان لما جه يمشي، العقد بتاعي يتيح لي ان انا امشي، يتيح لك انك تمشي، هنتفاوض على انك تمشي على في الامور الماديه، خلص الموضوع شكرا. لكن ما هربش، ما سابش المنتخب وسابهم وقفل تليفوناته واختفى، ما راحش مضى في برشلونه وبعد كده فجاه عرفوا انه مضى في برشلونه. لا انا بتكلم في نقطه التعامل الاعلامي. التعامل الاعلامي مع القصص بتبقى بهدوء شويه، يعني الموضوع بسيط. بالظبط. بس انا كمان هقف عن فان خال، لانه انا شفت ليه كان محاضره. الراجل منظم بدرجه كبيره جدا، بيعتمد بشكل كبير على الستاف اللي معاه، على مجموعه العمل اللي معاه. يعني انا شفت له محاضره، كنت يعني دخلت شفت محاضره ازاي هو بيشتغل، وازاي بيحط ادواته من الاول، وازاي ده كان ساعه ما كان ماسك البايرن يعني. فيعني وجوده، اعتقد وجوده في على راس القياده الفنيه لهولندا فنيا اعتقد هتكون ايجابيه مش سلبيه، ومش اللعيبه كمان اللي مش حابه يكون موجود فمش هيبقى موجود يعني. هو المشكله ان الاتحاد الهولندي استطلع راي اللعيبه، ومع استطلاع راي اللعيبه هم طرحوا اسم هانك تينكات، فهو كان اصلا الاستطلاع ده عشان لويس فان خال. اعتقد انه كمان الاتحاد الهولندي ممكن يخرج بره الاختيار بتاع هينك تينكات وليس فان خال، ممكن يخرج لاسمين تانيين، فرانك ديبور وجيوفاني فان برونك هورست. جيوفاني عمل حاجه لطيفه جدا، انه درب فاينورد 20 سنه ما بياخدش دوري، اخد دوري.
خد كاس، خد سوبر، لعب دوري ابطال اوروبا، ثم قال لهم شكرا كفايه كده. فقدر انه يخرج جيوفاني فان برونكهورست، وهو قوي جدا، من الباب الكبير زي ما بيقول. اه بالظبط. ورفض اي عروض ثانيه علشان ما ياخدش ريسك انه يدخل تجربه تانية تبقى اقل، فما يقدرش يعمل حاجه، فاسمه اسمه تنزل. ممكن يكون محضر نفسه للمنتخب. بيعمل ايه بقى؟ هو راح يكمل المعايشات بتاعته. مانشستر سيتي عملوا معاه عقد مبدئي انه ممكن يكون هو المدرب اللي بعد جوارديولا، بس اشترطوا عليه انه هيروح، هم عندهم شركات في امريكا، انه هيروح امريكا هياخد خبرات في حاجات معينه، هيرجع هيستنى. هو كان من الاسماء كمان المطروحه على برشلونه، دلوقتي داخل في ترشيحات تدريب المنتخب الهولندي. وفرانك دي بور، اعتقد فرانك دي بور بعيد شويه، لكن ممكن يبقى في ريسك من الاتحاد الهولندي انه يكون جيوفاني مدير فني. طيب معانا برضه على سكايب واحد من المدربين الهولنديين اللي كان ليه حتى تجربه على مستوى الدوري المصري في نادي الاسماعيلي، طبعا موجود معانا دلوقتي. برحب مارك فوتا، طبعا برحب بحضرتك، اهلا بيك معانا في النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. السلام عليكم، هاو ار يو، كيف حالكم؟ اهلا بيك، برحب بيك مره تانية. وعايزين كنا بنتناقش مع الصديق عمر البنوبي على مستقبل المنتخب الهولندي بعد رحيل رونالد كومان، حضرتك شايفه ازاي؟ اعتقد ان لدينا خيارات عديده لاستبدال المدرب. بعض الاسماء والاسم الاقرب الي هو لويس فان دال. هو كان اصله كان مساعد لويس فان خال، عشان يعني في سؤال بيطرح، عشان هو اكيد كان شغال مساعد ليه، فهو يمكن يكون الاقرب. او في، هل في مفاوضات، هل في كلام رسمي حصل للتفاوض او لتولي المسؤوليه الفنيه للمنتخب الهولندي؟ اعتقد انهم يحاولون الى الوصول الى قرار، ولكن لم يتم حسم هذا القرار، سيأخذ بعض الوقت. ردود الأفعال كانت إزاي؟ وعلى المستوى الشخصي لحضرتك كان ردود الأفعال إزاي لحظة طبعا خروج رونالد كومان لتدريب برشلونة، ويعني البعد عن أو استقالة من المنتخب الهولندي؟ أعتقد أنه قرار خاص، قرار شخصي له أن ينضم إلى أي فريق وفقا لأهوائه، فقد طلبوا منه مرارا من قبل، فأعتقد أن هذا كانت الفرصة الأخيرة له للانضمام لبرشلونة، وكان هذا حلم له، وعليك أن تتبع حلمك، فالجميع تقبل قراره. الجميع تقبل القرار، وعلى اساس هذا هو حلمه، واللي هو كان فعلا مستني هذا القرار. نيجي على الجانب الاخر، حضرتك كان ليك تجربه هنا في الدوري المصري خاصه مع نادي الاسماعيلي، عملت نتائج ايجابيه جدا. النادي الاسماعيلي النهارده بيمر ببعض الازمات على مستوى الفني، هل في اي اتصالات او اي مفاوضات من جانب نادي الاسماعيلي لعوده مرة تانية للدوري المصري من خلال القيادة الفنية لحضرتك نادي الإسماعيلي؟ لقد تابعت المباريات معهم، مبارياتهم، ولكنهم قاموا بعمل مباريات جيدة، وهناك أيضا اتصالات كثيرة على طوال الوقت، ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات ولم يتصل بي أحد، ولكن أنا متواجد، وقد يختارون مدربون آخرون، فهناك العديد من المدربين الجيدين، سنرى ما الذي سيكون في المستقبل. لكن على المستوى الشخصي مارك بوتا ما عندوش اعتراض، أو هو مرحب جدا أنه يعود تاني للدوري المصري من خلال بوابة نادي الإسماعيلي؟ أعتقد أنا حاليا أنا خالي، أنا متواجد، أنا متاح، والجميع يعلم أني أحب النادي الإسماعيلي وتاريخي معهم، مرتين قمت بتدريبهم، وأحب أيضا الكرة المصرية والنوادي المختلفة، فهي مشروع طموح وكبير، ولهم فرص كبيرة في الفوز بالدوري، وسنرى ما الذي ستسفر عنه الأسابيع القادمة.
احنا على المستوى طبعا نتمنى طبعا وجودك. انت كنت اضافه لنادي الاسماعيلي، واعتقد النادي الاسماعيلي بيمر بازمه فنيه، لكن طبعا في النهايه بنشكرك طبعا على وجودك معانا على قناه النادي الاهلي، وان شاء الله نتواصل دايما معاك لاطمئنان لو في مفاوضات او نزول او تكون موجود معانا ان شاء الله في البيت الكبير في حاله وجودك كمدير فني للنادي الاسماعيلي. شكرا جزيلا مارك فوتا. إنه من دواعي سروري وتحياتي لكم لكم جميعا. مارك فوتا برضو من الأصدقاء يا عمر، ويمكن كان على تواصل معك الفترة اللي فاتت. أنت شايف أنه أنا شايف من خلال الحوار وكده أنه عنده النية، يعني هو مستني بس. هو كان هيد كوتش مع نادي الوحدة طبيعي. حصل حاجة غريبة جدا، الوحدة الإماراتي حصل حاجة غريبة جدا، أنه قرروا قبل الدوري ما يبدأ أنهم ينهوا التعاقد. ليه؟ لأنهم شافوا أنه ما بيشتغلش فني تكتيكلي مع اللعيبة. وهو لما اتكلمت معاه قال لي لعيبة بقالها 5 شهور ما بتلعبش كورة، بدنيا واعين جدا، ابتديت اشتغل معهم بدني الاول علشان اقدر اشتغل معهم فني بعد صحيح. كده قال لي الناس مش مستوعبة ده، ما عندهمش صبر في هو كان ماسك الفريق التاني ولا لا؟ دلوقتي الفريق الاول، كان الفريق الاول بقاله شهرين مع الفريق الاول. كان ماسك ماسك الاكاديمي بالظبط. فلما مسك الفريق الاول وبدا يشتغل معاهم بدني عشان يبدا يشتغل بقى تكتيكال بعد كده، وللاسف هو ما كانش عندهم صبر يعني، فقرروا ينهوا التعاقد. قال لي كانت مفاجاه بالنسبه لي، مش قادر استوعب الـ يعني ليه حصل ده. انا عارف ان هو غالبا مرحب بالاسماعيلي، هو عنده اكتر من عرض في مصر وعنده عروض يعني في انديه تانية وعنده عرض في بلجيكا اعتقد كمان، لكن هو لسه ما خدش قراره. هو لسه اعتقد يعني لسه بيفكر في مرحله الدراسه. هو كان مساعد لويس فان خال، عشان كده اول اسم رشحه على طول لتدريب منتخب هولندا لويس فان خال. عملوا جيل كويس لهولندا، لانه اعتقد مارك قبلها كان بيدرب فريق الشباب والفريق الاولمبي. عنده خبرات 2000. كبيره، عنده خبرات يعني. ومع الاسماعيلي كان ادى نتائج كويسه صحيح. ويعني اتمنى لو هو موجود في الدوري المصري هيكون اضافه للدوري المصري بالتاكيد. عمر نورتنا وشرفتنا، حوار رائع، وان شاء الله منتظرينك مع مشاهدي قناه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي. هنتكلم على محترفينا بشكل كبير، هنتكلم على كواليس كتيره جدا، هنتكلم على حاجات داخل كتاب 100 سنه من الحلم. ان شاء الله تكون فقره دايما يعني قيمه بالنسبه للناس اللي بتشوفنا، ونستفيد منك يا عمر على الجانب كمان العالمي، على الجانب الكره العالميه. ان شاء الله باذن الله الثلاث اللي جاي يكون معانا ومنورنا ان شاء الله. بشكرك كابتن هاني، ده شرف ليك. شكرا ليك. الفقره الثانيه خلصت، باذن الله الفقره اللي جايه مستنيين سهام والكابتن اسامه حسني.